من ولاية وهران وبالتحديد حديقة التسلية جنة الأحلام، ومباشرة بعد الرفع التدريجي للحجر وجدت العائلات الباحثة عن الترفيه ظلتها هنا. الحمد لله يا ربي اللي هذا الحجر الصحي شيء نقص منه، لأننا نقضوا كما يقول لك نرى نديفولو مش عليك كاع قرب 3 موا ولا 4 موا حنا مبلعين في ديارنا. الحمد لله من الأجواء هنا تاع المعناج ولا أروع لا سيكوريتي، واني فرحانه كي حلوا لنا الحدائق ولازم تعقموا وديروا لي بافات والتباعد بين الناس. الحمد لله كي حلوا جنة الأحلام الحديقة التسلية تاع وهران ضرينا بزاف، قعدنا 5 شهور ولا 6 شهور ما حليناش. الحمد لله رانا فرحانين والناس مازال بدات تدخل الناس ولازم الوقايه ان شاء الله تكون وقايه باش زعما نقعدوا حالين وان شاء الله. بروتوكول صحي صارم اعتمدته المؤسسه العموميه لحديقه التسليه تمثلت في عمليه تعقيم والزاميه ارتداء الكمامات وكذا احترام مسافه التباعد الاجتماعي. المؤسسه العموميه لحديقه التسليه ولايه وهران فتحت الابواب تاعها يوم 16 أوت 2018 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية فيروس كورونا كوفيد 19، والمؤسسة باش يكون في العلم قدام لا تفتح أبوابها تعمل بالتنسيق مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصديقية. جاتنا لجان طبية عطاونا التوصيات تعليمات المواطنين باش نديروا لهم قياس درجة الحرارة في الدخول والخروج. عائلات رفقة أطفالها اتخذت من مثل هذه الفضاءات مكانا للاستمتاع وسط إجراءات التعايش مع فيروس كورونا.